يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه خاصه جدا ولقاء خاص، لقاء خاص وموضوع خاص كبير جدا. يعني كل بيت مصري، كل قريه مصريه، كل مدينه مصريه اكيد نفسها تعرف كواليسه وتعرف بدايته ونهايته، وهو الاستيراد والتصدير من الصين. وش معنى الصين؟ لان الصين لو شفنا في السوق المصري او السوق العربي عامه اكتر المنتجات اللي موجوده في الاسواق صينيه. علشان كده موجود معانا النهارده يعني تايتل كبير جدا، حاجات كتيره جدا قدامي، عضو منتدى رجال الاعمال العرب بالصين، ماجستير اداره اعمال وتخصص تسويق دولي، رئيس مجلس اداره مجموعه شركات اسما جروب في جمهوريه مصر العربيه، وخبره في مجال التجاره الخارجيه في باكثر من 15 سنه، ملقب بقبطان التجاره الدوليه، حاجات كتيره. استاذ هيثم طلحه، مساء الفل. مساء النور استاذ محمد، واهلا بمشاهدينك الكرام. يعني اهلا بيك. طيب ابدا منين؟ ابدا من انا تايتل. طيب انا عايز اعرف بس اشمعنى قبطان التجاره الدوليه؟ طيب والله هو الموضوع كان من البدايه، كان اعتقد من اكثر من 5 سنين تقريبا او 6 سنين، لما رحت الصين وابتديت اعمل بعض النصائح للناس اللي بتيجي الصين والناس اللي عايزه تستورد من الصين. فاحد الاصدقاء قال لي والله انت عامل زي القبطان اللي قايد السفينه فبترشد الناس للخير. فمن ساعتها اطلق عليها اللقب ده على السوشيال ميديا فانتشر، فالناس بقت تقول يا قبطان. ده من هنا اللقب. نعم صحيح. طيب انا هخش في الموضوع علشان صدق. يعني اتمنى الوقت يكفي معانا نجيبه كامل من الاول. اتفضل يا فندم. المنتجات الصينيه اللي احنا بنشوفها او الاستيراد والتصدير من الصين، المنتجات دي احنا بنستهلكها، بنشوفها في الاخر منتج موجود قدامنا في الاسواق او في المحلات او في اي مكان، ايا كان المنتج، ان كان غذائي او ان كان صناعي، ان كانت سياره، ان كان اكل، ان كان شرب، ان كان ملبس، ايا كان الموضوع. بس جه ازاي؟ وايه المراحل اللي تم بيها؟ وهل المنتج ده لحد ما وصل هنا كان فيه مشاكل ولا ما كانش فيه مشاكل؟ هل المنتج اللي جالي هنا هل ده الجوده رقم واحد ولا الجوده رقم اثنين ولا في جودات ثانيه؟ حاجات كتيره جدا، اسئله كتيرة جدا أكيد قابلت المنتج ده لحد ما جه. ده غير كده كمان ممكن المنتج ده أصلا المستورد بتاعه أو المسؤول عن الاستيراد للمنتج ده أكيد مر التجربة مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة علشان يوصل إن يعرف يجيب لي المنتج ده بالسعر ده بالشكل ده. فنبدأ منين؟ يعني أنا لو أنا مستثمر صغير لسه بادئ وبادئ ان انا اعمل شغلي، ابدا ازاي؟ افكر ازاي؟ هل محتاج راس مال؟ هل مش محتاج راس مال؟ هل محتاج خبره؟ هل محتاج لغه؟ ايه؟ عايز اعرف هبدا منين؟ اولا موضوع الاستيراد من قديم الازل، والناس كلها حركه التجاره الخارجيه ما بين الناس، واحد بيدي دوله بتدي حاجه لدوله مقابل بتاخد منها حاجه ثانيه وهكذا. الاستيراد من الصين مش صعب، الصين فرضت نفسها على العالم كله بقدرتها التنافسية، انها قدرت ازاي تخلق منتج كويس بسعر كويس. منتج كويس بسعر بالتأكيد كويس. بالتأكيد. طب هي دي هل دي المعادلة اللي اشتغلت عليها الصين؟ الصين اشتغلت على انها تعمل منتج بكميات كبيرة فقدرت انها تنافس في السعر، لان احد اسباب التنافسيه هو ان انت يكون عندك منتج بكميه كبيره. لما يكون عندك تبيع بكميه كبيره تقدر تقلل هامش الربح بتاعك فتبيع كتير فتكسب اكتر. بالظبط كده، هو ده الصين عملته باختصار شديد. ده باختصار. بالظبط. طب انا ممكن اخطف حضرتك في سؤال؟ اتفضل. انت امتى بدات في مجال الاستيراد والتصدير؟ انا مش بستورد. وازاي دخلت المجال؟ انا مش بستورد لنفسي على فكره. مش لنفسك خالص، انا بساعد الناس على الاستيراد. بتساعد الناس على الاستيراد؟ ماشي. الاستيراد. طب هل الصين فيها استيراد وتصدير ولا استيراد بس؟ الصين فيها استيراد وتصدير، ويمكن ده الخبر الجديد اللي انا جايبه. طبعا اتشرف ان انا اعلنه من خلال حضرتك ان يا جماعه الصين مش بتستورد، مش بنصدر بس، يعني احنا مش بنستورد من الصين بس، لا الصين فاتحه ابوابها للاستيراد، يعني ان احنا نودي منتجاتنا للصين. يعني الصين كمان بتستورد؟ طبعا طبعا الصين بتستورد. طب انا خلينا نتكلم ارقام احسن، ايه رايك؟ نتكلم بالارقام، الموضوع موثق اكتر شويه. الصين صادرات الصين، صادرات الصين، صادرات دي اللي بتخرجه. يعني احنا بالظبط الصين بتصدر لدول العالم فيما يقارب 2 تريليون دولار. هو التريليون كام صفر؟ والله ما اعرفش زيك برضه الصراحه، بس هو التريليون رقم كبير. التريليون 1000 مليار، يعني الصين يا استاذ محمد بتصدر ب 2000 مليار دولار. بتصدر. طيب هل بتستورد الصين؟
الصين بتستورد برقم مقارب، الصين بتستورد بتريليون فاصل خمسة. طب انا سؤال بس، هي الصين هتستورد ايه؟ انا بشوف من الابره للصاروخ صيني، بشوف لبس صيني، اكل صيني، عربيه صيني، قلم صيني، كل حاجه صيني. هتستورد ايه؟ هتستورد، خلي انا كمصري هتستورد من عندي ايه؟ طب ما انا ادي حضرتك ارقام عشان يبقى الكلام منظم، منتوش او انا متوش من حضرتك. ال 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 مصر يا فندم الحمد لله بتصدر للصين بارقام كويسه قوي. مصر بتصدر للصين، مصر يا فندم تعد ثالث اكبر مصدر للبرتقال على مستوى العالم للصين. برتقال ده رقم يا فندم. ماشي، يعني مصر يا فندم الصين ما فيهاش برتقال؟ فيها فندم بس هم مستهلكين. طب احنا هاخد حته، هو هناك مسمى طب البرتقال المصري؟ اه يا فندم طبعا البرتقال المصري ليه سمعته في السوق الصيني. ماشي. لو حضرتك يا مستثمر يا مصري عايز تبحث عن فرصة للتصدير للصين، أقول لحضرتك المستثمر المصري أو التاجر المصري أو المصدر المصري أو الزارع المصري، حضرتك مصر تعد ثالث أكبر مصدر ومورد للبرتقال للصين بعد الولايات المتحدة وأسبانيا وجنوب أفريقيا. طب أنا عايز برضو حتة في السؤال ده. اتفضل. طب عندنا إيه تاني مش شرط للصين أعرف أصدره لأي دولة؟ طيب هو يعني في الاساس، في الاساس يا استاذ محمد مش الموضوع ايه اللي يصدر للصين، ولكن في الاساس خلينا زي ما دايما انا باخد يعني ان انا بحاول انصح الناس الحاجه الحلوه ايه والحاجه الكويسه يوصلوا لها ازاي. لو انا عايز ان انا اصدر المنتجات بتاعتي سواء للصين او لخارج الصين، تمام، الاول بحدد ايه المنتجات اللي موجوده عندي انا هنا في مصر. تمام. مصر مشهوره اكتر صادرات مصر بعد المواد الخام، مصر بتصدر الخضروات والفاكهه. خضروات وفاكهه، احنا عندنا ما شاء الله صادرات كويسه جدا. طيب هل ده يناسب السوق الصيني؟ اه يناسب السوق الصيني. ليه؟ واكيد سوق تاني واسواق تانيه كتير. انا بتكلم عن السوق الصيني انا مختص، عشان انت مختص في السوق بالظبط كده. السوق الصيني اكبر باختصار شديد اقولها لحضرتك في سطر واحد، السوق الصيني هو اكبر سوق مستهلك ومستورد على مستوى العالم. تاني يا باشمهندس محمد، السوق الصيني هو اكبر سوق مستهلك ومستورد يعني على مستوى العالم. على كميه المنتجات اللي بنشوفها في الاسواق المصريه والعربيه من الصين كان احنا بنستوردها، مع ذلك هم من اكبر مستهلك طبعا صيني. عشان الكثافه السكانيه، بالظبط، عشان الكثافه السكانيه اكبر سوق مستهلك لان هم عدد سكانهم مليار ونص من البشر، ثلث سكان العالم. بالظبط. واكبر سوق مستورد لانهم بيحتاجوا معاهم فلوس ما شاء الله. يعني المواطن الصيني الان في عافيه وصحه ومعاه فلوس وما شاء الله، ما صدروا كتير فكسبوا كتير فمعاه فلوس كتير، فالحكومه عايزه تخليه يصرف اللي في جيبه عشان ما يحوش فلوس كتير، يعني ما يعملش بقى يعني ما يعملش تضخم. تمام. فيقوم عايز يخليه يخرج الفلوس اللي في جيبه كتير، فيعمل ايه؟ تفتح له ابواب الاستيراد. طب ايه اللي ممكن المستهلك الصيني يستورده؟ المستهلك الصيني بيحب ياكل. المواطن الصيني انا عايش هناك بقالي اكتر من 8 سنين، هم بياكلوا كويس، بس مش معنى ان هم عشان مش تخان ان هم بياكلوش، لا، هنا فرق في المعادله شويه. احنا عندنا مثلا هنا المواطن العربي ممكن يكون جسم تخين شويه او كده، مليان شويه، انا اسف. ليه؟ عشان احنا مش بننظم اكلنا كويس. لكن هم الصينيين بياكلوا على فكره 3 وجبات بانتظام، بيفطروا الساعه 9 9 صباحا كل يوم بانتظام، الساعه 1 الظهر بيتغدوا بانتظام، الساعه 7 مساء بيتعشوا بانتظام. حتى الاكل اللي بياكلوه بيبقى صحي شويه. بالظبط، هو ده الفرق. ناخد اتصال. اتفضل يا فندم. بسمه، مساء الفل. لا استاذنك نوطي صوت التلفزيون خالص ونسمع من السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام. معك. انا بس متابعه استاذ هيثم طلحه على السوشيال ميديا، وهو طبعا مشهور جدا على السوشيال ميديا، فانا بس بوجه له يعني تحيه كبيره جدا. شكرا. لان انا من المتابعين الجيدين، وعارفه ان هو قد ايه بيشجع الشباب وقد ايه هو بينصحهم. طب وليه استفدت ايه من المحاضرات يا استاذه بس؟ نعم، استفدت ايه؟ قولي لي استفاده واحده يعني من اللي انت استفدتيها من المحاضرات. طبعا كتير، اولها طبعا ان ممكن الواحد يبدا بفلوس قليله، مش لازم يكون معاه فلوس كتير. ده بيتكلم في استيراد وتصدير. استنى. وبيشجع طبعا الشباب ان هم في استيراد وتصدير بفلوس قليله، العمل الحر. فاكيد يعني انا بشكره جدا وبحييه وبقول له ربنا يجازيك خير وشكرا. ميرسي جدا يا استاذه بسمه. تحياتي ليك يا استاذه بسمه. يا استاذه بسمه وصلت الرساله وشكرا لحضرتك. ده بتقول في استيراد بفلوس قليله ايه؟ بص يا فندم، هو طبعا هو
في الاساس عشان انا استورد او اصدر لازم يكون عندي حاجه اللي هو الكابيتال ماني او راس المال. راس المال. ولكن ممكن في بعض السلع في بعض المنتجات مش كلها استاذ محمد ممكن براس مال قليل استورد. هدي مثال واقعي وعملي. تمام. مثلا لو انا عايز اجيب خط انتاج كبير، لا ما ينفعش، لازم كابيتال ماني، يكون عندي مصنع ويكون مجهز نفسي. طيب انا مش معايا كتير، معايا مثلا 10000 دولار مثلا، يعتبر مبلغ صغير 10000 دولار. هل ممكن اجيب حاجه من الصين؟ اه ممكن اجيب. ممكن اجيب ايه؟ على سبيل المثال مثلا اكسسوار الجوال والمحمول. في حد فينا يا استاذ محمد ما عندوش شاحن؟ بيشتري شاحن، الكفر، السكرينه، السماعه. ما بيعديش شهر او شهرين لما بيجيب حاجه للموبايل. كويس جدا. ده ونسبه استهلاكه يعني عالية. لو هتكلم على المحمول عامه احنا بنتكلم احنا 100 مليون، هتلاقي الموبايلات في مصر معديه ال 70 مليون موبايل. بالظبط بالظبط. وفي مننا اللي شايل 2 و3 ممكن يكون اكتر. بالظبط. فممكن ب 10000 دولار ب 20000 دولار مثلا، ده يعتبر مبلغ صغير في الاستيراد، لان الاستيراد في بستورد من 200000 دولار و 300000 دولار. ده رقم. طبعا الرقم عشان استورد يعني مثلا. طب ده رقم بس عشان اللي بيشوفني. طب ده رقم حاويه ولا جزء في حاويه؟ اللي هو ايه 10000 دولار؟ 10000 دولار. ال 10 ده جزء من حاويه. طبعا جزء من حاويه. جزء من حاويه. وطبعا ممكن نشرح برضو الجزئيه دي، لان انا هاجي لها فهنرد على دي سريعا. طيب هو اذا لو انا معايا 10000 20000 دولار ممكن استورد اكسسوار محمول، اجيب شويه شواحن، شويه اكسسوارات جوال، شويه سكرينات، شويه بطاريات، شويه كذا شويه كذا، وبروح لشركه معينه ناس مخصصه انها بتجمع الشغل ده، بتجمع اكسسوار المحمول كله في كونتينر كامل، في شغل الاستاذ محمد، شغل الاستاذه بسمه، شغل الاستاذ هيثم، ويجي هنا يوصل بالسلامه ويتجمرك عليه ويقعدين يقولوا اتفضل ادي الاثنين سي بي ام بتوعك او الثلاثه سي بي ام بتوعك. هي دي من اسرار الشغل؟ لا والله انا مش بعتبر حاجه اسرار الشغل بصراحه. لا لا، لو شغل استيراد ده من اسرار الشغل؟ يعني لحد ما في ناس كتير، اكون صادق بصراحه يعني، اقول لك على حاجه، كل مهنه ليها سر. نعم اكيد. فمش هبوح بيه، لان لو ابوح يعني لو طلعته للناس فاهم هتلاقي منافسين ليه كتير. ما هو في مستوى للاسرار. انا انت بتقول سر دلوقتي من اسرار شغل معين، ان انا ممكن بكام اجيب ايه وابيع ايه. ومبلغ كام وعلى الهوا. يعني لو رحت لاهل المهنه مثلا يقول لك لا 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 ده الموضوع صعب جدا. طب انت بتستفيد ايه من كده؟ بستفيد ايه؟ بستفيد ان انا شايف في حاجه فيها خير للناس بقولها. جزاك الله خير. بس ربنا يخليك. يعني جزاك الله خير. ربنا يخليك. طيب نخش في الموضوع تاني اللي احنا بدأنا بيه الحلقه. اكيد المنتج ده لحد ما يجيلي سي مثلا، انت بتقول اكسسوار الموبايل، اكسسوار الموبايل ده انا رحت اجيب الاكسسوار ده، اكيد ما رحتش خبطت على رحت الصين لقيت سوق تجاري هناك او حاجه، حمل لي شويه البضاعه دولك في كارتين يلا انا خدتهم وجيت على مصر هنا او الوطن العربي وبعت. سهله ايه اللي بيتم وايه؟ طيب. المشاكل اللي بتقابلني وايه اكتر المشاكل اللي بتقابلني؟ طيب. لان انا اسمع ان في مشاكل واسمع ناس اتصاب عليها طبعًا. واسمع طبعًا. وهل برضو عشان ما اقطعش في الحوار، هل في لغه الحوار هناك سهله؟ اصل بيتكلموا صين كلام انا ممكن يكون يصعب عليا فهمه الا مترجم. هل انا لو رحت انا سهل ان انا اروح اتعامل مع الناس واشتري؟ خلينا نعرض لبعض المشاكل واقول لحضرتك ازاي نتجنب هذه المشاكل. نتكلم عن المشاكل. طب قول لي المشاكل وناخدها مشكله مشكله. كويس. في مشكله مثلا انه بزحج بالظبط كده، انه يروح بدون هدف، انه يروح ما هوش عارف بدون هيروح هدف. فين عارف هيروح فين، يقول لك انا هروح وخلاص وربنا سهل لي هناك. في مشكله تانية انه اشترى بضاعه بدون ما يعرف البضاعه دي هتخش مصر ولا لا. في مشكلة ثالثة انه اشترى وما يعرفش القواعد المنظمة للاستيراد. تمام. في انه اشترى بضاعة راح الصين واشترى وما يعرفش ايه النظم والاطر الجمركية والتحويلات المالية. النظم الجمركية. بالظبط كده. دي مشاكل. في مشاكل ثانية؟ طبعا في مشاكل كتير. في انه راح وما يعرفش انه لما ممكن يجيب من سبلاير او مورد مش كويس. يا اما انه يطلع فيك نصاب خالص، وياما حصلت عشرات المئات المرات طبعا، او انه حتى مكان حقيقي وموجود بس المورد مش هيديك بالكواليتي اللي انت اتفقت عليها عشان حضرتك اسأت اختيار المورد او ما عندكش خبره الموردين. الصين فيها اكتر من 5 مليون مصنع، ده مصنع، ما بالك بكم شركه فيها اكتر من 15 مليون شركه. فانت ممكن تروح شركه من دول وتدي له الفلوس وما يدكش بضاعه خالص، او لو اداك بضاعه يديك بضاعه غير مطابقه خالص للمواصفات. كل دي مشاكل. طبعا مشاكل كتير. مشاكل تانية عشان ناخدها جزء جزء. في تحويل العمله حتى. تحويل العمله. انه ممكن يروح هناك للاسف ويغير العمله من الناس في الشارع، يدي لهم فلوس مزوره او ياخدوها ويجروا.
يغدروا. ده حقيقي حصل، حصل يعني. انا بقول لحضرتك على فكره، اي مثال او اي موقف بولس محمد حصل منه، انا اسف يعني، عشرات المواقف الحقيقيه، والمقام لا يتسع لذكرها، ممكن نذكر بعدها لو حضرتك دي نعم. يعني اكثر المشاكل اللي بتحصل. نعم نعم. طب ناخدها مشكله انت بتقول لي راح يشتري بضاعه بدون هدف، يعني ايه مش يشتري بضاعه بدون هدف؟ يعني هو رايح، هو مش عارف رايح يشتري ايه. يعني ايه مثلا واحد يقول لك والله في زمايلي طالعين الصين، انا هروح معاهم واخد معايا ال 10000 دولار واروح، ربنا يكرمني باي حاجه من هناك. فيحصل بايه؟ يحصل ايه؟ يحصل انه يروح، يا اما انه ما هوش عارف يعمل حاجه، مش عارف يجيب المنتج اللي هيجيبه ايه، او يدفع فلوس في منتجات هي اصلا ما بتجيش مصر او ما بتخشش مصر او غير مسموح باستيرادها. هدي حضرتك مثال. ممكن يروح مثلا يقول لك ايه، مثلا زمايله رايحين يجيبوا احذيه وملابس، هم تجار وعارفين اليه دخول الشغل ده ايه. افهم من الحته دي، قبل ما تروح تشتري البضاعه اعرف سوقها هنا موجود ولا لا. طبعا. وهل السوق اللي انت بتتعامل معاه محتاجها او مش محتاجها؟ طبعا. ولا كده. ولا قبل ما تروح تجيب البضاعه اعرف مين هيسوقها لك. لا ده في الاساس، لأن ما هو هتفرق طيب. في الاثنين. طب اقول لك ايه راي حضرتك، ادي مثال منظم كده وجميل قوي. مثال منظم، في حاجه انا بشرحها في المحاضرات التدريبيه اللي انا بعملها، انا بعمل برنامج تدريبي اسمه برنامج كايفا. كايفا دي كلمه صينيه تعني التطوير والتدريب، على اساس ان انا عملت برامج تدريبيه تهدف لتثقيف المستورد الجديد اللي رايح يجيب شغل من الصين. فبقول فيها من ضمن مثلا فقراتها، بقول في حاجه اسمها مثلث النجاح لاي بزنس يا محمد بيه. مثلث النجاح، مثلث النجاح لاي بزنس، اي مثلث يا محمد بيه ليه ثلاث رؤوس، صح كده؟ ادي المثلث. تمام كده، تمام. ده اختصار للمشاهد وهيستوعبه كويس قوي. ثلاث رؤوس، اول راس لنجاح اي بزنس داخل منه بقى البيزنس مع الصين، بس خلينا نقول كلام اعم عشان لو انا هعمل بيزنس مع اليابان مع امريكا مع اي حته. ماشي، انا هعمل مثلث معاك عشان هبينه على الكاميرا على فكره. تمام. احنا معانا اتصالات. تمام. طيب ماشي نكمل. ماشي ماشي نكمل. اول راس للمثلث محمد بيه هو التمويل او راس المال. راس المال ده فين؟ ده يبقى فوق. فوق اول واحد. راس المال. لان لو راس المال مش موجود ما تجيش الصين، انا بقول لك بصراحه، لو معكش فلوس ما تجيش الصين. احنا اتفقنا ان ممكن ب 200 ب 200 الف جنيه اللي هو ما يعادل 10000 دولار او اكثر، ده حد ادنى، حد ادنى في بعض المنتجات. اروح ولا ابعت حد؟ لا يجيب. تبعت حد بقى، تبعت حد عشان هنجلها دي. عشان ايوه ما شاء الله عليك بصراحه، ما شاء الله عليك. انت مستورد قبل كده ولا ايه؟ لا والله. لا ما شاء الله بيتكلم بعنصر. لا لا ما شاء الله، يعني بيتكلم بعنصر الخبره. يعني اي واحد يقول لك اه روح، لكن حضرتك بتقول ما شاء الله. لا يعني 10000 يبقى ما يروحش، لان واضح ان حضرتك اكيد حسيت ان المبلغ صغير. اصل المبلغ صغير مع المصاريف السفر، فممكن يضيع الربح بتاعه. ما شاء الله عليك بصراحه يعني. طيب راس المال ده راس المثلث. رقم اثنين، راس الثانيه، الراس الثانيه هي الخبره. الخبره لازم يكون في خبرة قبل ما تروح. والخبرة يا باشمهندس محمد بتنقسم لجزئين، خبرة منتج وخبرة إدارة. خبرة منتج وخبرة إدارة. يعني ماشي. يكون عندي خبرة في يعني معلش، ما ينفعش محمد بيه تقول لي أنا جاي أستورد إكسسوار محمول وحضرتك ما تعرفش الفرق بين السكرينة والشاحن والباور بانك مثلا، حضرتك كتاجر ملابس يبقى لازم حضرتك، يبقى حضرتك تروح تستورد ملابس. ما ينفعش تروح تستورد أحذية. صح. ما ينفعش تروح تستورد. انت بتفهم في ايه؟ روح استورد. يا ريت والله، يا ما صوتي اتنبح فيها يا استاذ محمد لو سمحت، لان بيجي لي اسئله كتير يا استاذ محمد. مثلا يقول لي ايه، لو سمحت يا هيثم، هو ايه احسن حاجه اجيبها من الصين؟ ايه احسن حاجه تخش مصر؟ السؤال ده بيزعلني قوي والله، لان مفيش حاجه يا جماعه. يعني لو سالتني ايه احسن حاجه بتيجي من الصين، والله في مليون منتج بيجوا من الصين وبيبيعوا وبيكسبوا. طب لو قلت لي ايه احسن بتيجي في مصر، احسن حاجه تتباع في مصر، هقول لك والله في 5 مليون منتج بيتباعوا في مصر على سوق وجوميا، عشان في شرايح كتير. بس لا بس كتير قوي، بس كل واحد فاهم في منتجه. صح. يعني انا واحد سالني مره جاوبته والله اجابه عجبتني قوي. معانا اتصالات كتير. اتفضل بس اتفضل. ابراهيم مساء الفل. ابراهيم شكرا يا ابراهيم. حاول اتصل وانا اتاخرنا عليك يا ابراهيم. انا اسف واسف يا وائل برضو اتاخرت عليك، بس عشان الحديث قوي. انا مع حضرتك. لا لا معاك نكمل. يبقى فنظ اقول لك ايه، بيسالني احسن حاجه اجيبها من الصين ايه وابيعها في مصر. قلت له الذهب. ايه رايك؟ مش الذهب حلو؟ طب بس الذهب الصيني ولا الذهب اللي يعني العادي؟ الذهب في احسن من الذهب يا محمد بيه؟ لا مفيش احسن من الذهب. طب هل انا اسف، حضرتك مثلا شغال يعني ما شاء الله مثلا مذيع مشهور وقوي ما شاء الله، لكن هل حضرتك تاجرت في الذهب؟ لا. هل حضرتك لو اديتك سبيكه هتعرف تبيعها ازاي؟ لا اديني غويش هعرف ابيعها. هو نفس الموضوع محمد بيه بالظبط اللي انا بمثل بيه او يعني بقول بيه، اللي هو ايه؟ انا ما افهمش في اكسسوارات الكمبيوتر وحاجات الكمبيوتر والهارد والبروسيسور، هل ينفع اقول لك دي احسن حاجه بتكسب تعالى خدها وبيعها؟ لا. هو ده اللي انا بقوله.
علشان لو فيها مشكله، ما انا اقول لك على حاجه، ما لو فيها مشكله فنيه احسنت، او لو فيها هي مثلا جيل قديم او جيل حديث او الموضه بتاعتها انتهت او ما انتهتش مش هعرف ابيعها. ثالثا لو انا بفهم في المنتج هعرف لو في الدرجه الاولى ما عرفتش ابيع هبيع لمين الدرجه الثانيه، هبيع لمين الدرجه الثالثه وهكذا. على فكره ده في كل المجالات. قول بقى حضرتك الكلام ده اللي مش هيجيب من نفسك. يعني بصراحه والله ما شاء الله حضرتك، يعني ما شاء الله عليك والله. طيب الـ 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 يبقى خبره التالي. منتج وخبره اداره. خبره منتج يبقى احنا فاهمين في المنتج، خبره اداره ازاي ادير العمليه الاستيراديه والاداره والعمليه البيعيه والاستاف اللي هيشتغل معايا. لو انا ما عنديش خبره بادارته المنظومه ممكن يصيبها شيء من المشكله. دي رقم 2. رقم 3 عشان ما اطولش على سيادتك، اللي هو الراس الثالثه في المثلث، هي خبره اللي هي البيع والتسويق. التسويق، التسويق. لو انا يا استاذ محمد، لو انا جبت ذهب تاني برضه، والذهب ده درجه اولى و100 100 وحلو جدا، بس انا ما اعرفش هيتباع ازاي ويتباع فين وبكام والمين، ده ممكن ياثر على جوده المشكله. بمعنى انا قلت لحضرتك دلوقتي اكسسوار المحمول والجوال، خلينا في الذهب. الذهب خلينا في الذهب مثلا. انا 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 لو مش اللي قدامي اللي بيبيع لي المنتج ده انا واثق فيه ان هو فاهم في الذهب، مش هشتري منه. اهو تضحك عليه، مش هشتري منه. أو أضحك عليه علي. بس خلاص هو خسرت حق، خسرت الموضوع. هو نفس الشيء، لكن لان كتير انا هدي مثال يا فندم واقعي حصل معايا، ولو حاجه تلقى اتصالات ولا حاجه. مثال، في مره صديق قال لي ايه، بص بقى انا جبت دراعات بلاي بتاع بلاي ستيشن، وبقى بص مش ممكن، وانا جبت منها حاويه وبقى هتكسر الدنيا. ماشي، جيت له بعد شهر. فكرتني بحاجه، ما هو كل شخص مننا متخيل احتياجه. أيوة. مصر كلها او الوطن العربي كله محتاج. يعني انا لو محتاج، انا لو محتاج لمبه في البيت، او كل فتره بغير لمبه في البيت، يبقى مصر كلها محتاجه لمبه. لا، محتاج مثلا جرافات، يبقى مصر كلها محتاجه جرافات. فهيكون توجهي. أيوة. لو هقول على المستهلك المصري او المستهلك العربي، على الشيء اللي انا دايما بجيبه او الله ينور سعادتك، بتختلف من شخص. الله ينور سعادتك. فاللي حصل عندي عندي مثال. اتفضل. لو رحنا الارياف عندهم اكتفاء ذاتي من كل حاجه، وممكن ما تعرفش تبيع لهم حاجه او يشتروا حاجه الا حاجات معينه. لا، وهتروح هل الارياف سوق وماركت للكرافته؟ لا بس يعني وهكذا. فمش كل، مش معنى ان في منطقه في مصر الجديده عشان مثلا ظروف المنطقه كده ان بيبقى فيها لبس فورمال، مش معنى ان مصر الجديده تجيب كرافتات معناها ان مصر كلها بتلبس كرافتات. لا، هو ده المهم. طيب وصلنا للمثلث. راس المال والخبره، ان كانت خبره اداريه او خبره في المنتج. في المنتج. ايوه. والتسويق، يكون عندي انا عارف لما اجيب المنتج ده هبيعه بكام وهبيعه فين وهبيعه لمين وهبيعه امتى. طب ناخد ام احمد. اتفضل يا فندم. ام احمد مساء الفل. مساء الفل. السلام عليكم ام احمد. السلام ورحمه الله وبركاته. منورانا ست الكل. انا بمس على ضيفك الكريم. ده انت منوراني. هو بيمس على حضرتك ومع حضرتك. خد بالك، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني اسمهم على وجوههم، يعني من الناس الافاضل الكويسين الماشيين في الخير. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ف يعني معايا انا ابني، واخد بالك، ما يلقاش لي فرصه عمل، يعني يشغل في الاستيراد والتصدير، يعني يودي ويجيب وحاجات زي كده. تاني سؤالك، ابن حضرتك ايه؟ ابني معايزه حضرته يشغلوش في الشغل عنده في الاستيراد والتصدير. طيب بيشغله، يعني عايزاه يبدا استثمار في الاستيراد والتصدير؟ يسافر يعني ويروح ويجي بس. طيب استاذنك ما تقفليش، يا ريت تسيبي رقم تليفون بس في الكنترول عشان الاستاذ هيثم هيتصل بيه بعد الحلقه. ناخد محمد. محمد مساء الفل. محمد مساء الخير. مساء الفل. مساء النور. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك توقف صوت التلفزيون واسمع التليفون. معاك سؤال. بتقول طبعا ان حضرتك بتقول ان المفروض اللي يستورد يبقى عنده يعني معرفه بالمنتج كويس وانه درسه وكل دوت. ده كلام جميل جدا. تمام. بس نفترض ان انا بس راجل موظف طلعت على المعاش، خدت مكافاه كبيره. تمام. وعاوز ابتدي بزنس. تمام. وحضرتك مثلا المفروض مستشار ليا حاجه، بتقول ان انا بتضايق جدا من السؤال انا اشتغل في ايه. طب المفروض هرضى حضرتك مستشار ليا، انا الجا لك مسحك مثلا في سنين بقالك فتره طويله، عندك خبره كبيره بالمنتجات اللي بتنزل مصر والطرق نزولها ومثلا اجراءاتها الاستراتيجيه زي حضرتك بتقول، مثلا ازاي بتخش من الجمارك والمسموح بيه وكده. فانا اكيد هلجا لحضرتك مثلا استاذ هيثم
اقول لك ايه، انا اصلا راجل خدت مكافاه مش عاوز احطهم في بنك، ما بحبش الفوائد. طب حد يفيدني مثلا ان انا حاجة ساعات بتعرض في قناتك على اليوتيوب وفي صفحتك افكار منتجات زي مثلا المترجم او زي ما شاء الله حاجات الايس كريم وحاجات ساعات ما شاء الله انت باعني ما شاء الله. لما اسالك يعني ليه حاجة صدرك بيضيق، حاجة ليه صدرك بيضيق من السؤال ده، وتفضل يعني حاجة مستشار استرادي بقى، مش حاجة مكتب بسيط وخلاص. بقى حضرتك وصلت دلوقتي ان انت في مرحله ان ده مستشار استرادي او اقتصادي واسترادي. نعم. فيا ريت حضرتك اولا استاذك يتسع للسؤال ده. ثانيا ان يعني تدي الفرصه ان الناس اللي ممكن يكون معاه فلوس وما عندهاش خبره بالتجاره، يكون موظف او يكون في شركه او يكون يعني ما اشتغلش في التجاره قبل كده وتوفر مبلغ من المال انه يبتدي، والا كده بقى يحطوه في البنك وخلاص. لا لا تمام، شكرا جزيلا. حاضر. شكرا. ناخد احمد من اسيوط. احمد مساء الفل. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك يا احمد. لو سمحت عاوز استفسر بس عن الاستيراد وكده، عاوز اخذ المشوار ده. ايه؟ والواحد خايف من النصب فيه يعني. ايوه تمام. انت عايز تسال خايف من النصب في الاستيراد والتصدير. تمام. عندك اي سؤال تاني يا احمد؟ لا تمام كده يا باشا. ماشي احييك هنجاوبك. طيب انا كاتبهم واقول على اول واحده كده، السيده الطيبه ما شاء الله ومنى الكريمه. منسجه ربنا يبارك لها. بص هو انا بس كويس ان لفتت نظر لنقطه عايزه جميله قوي عايز اقولها لسيادتك يعني يا ريت والله، اللي هي ايه؟ في فرق يا ام احمد. ام احمد في فرق يا ام احمد. سوهاج عمال. ما شاء الله يعني احب اهل سعيد جدا بصراحه. طيب والله بجد هجيلكم ان شاء الله باذن الله يعني في نص واحد نعمل ان شاء الله برنامج تدريبي ان شاء الله عن اليات واسس الاستيراد والتصدير من اولاد الصين. ان شاء الله انا واعد اهلنا في الصعيد ان شاء الله في نص الله في نص يناير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. في حته في فرق بين ان انا اروح اعمل بيزنس وارجع زي احمد ابنها يعني، وان شاء الله ونعلمه ونعرفه ان شاء الله ونساعده ان شاء الله. وفي فرق انها تنبه عليه، اوعى تفكر تروح تتوظف في الصين او يروح يدور على وظيفه في الصين. انا طيب يعني احذر الموضوع ده. بس كان سؤالي لها محدد، انت عايزاه يبدا استيراد وتصدير من الصين ولا يشتغل؟ قالت لا انا عايزاه يبدا استيراد وتصدير. بس انا عايز بقى الفت نظر حته التوظيف، عشان في شباب مصريين بيفكر يقول لك ايه الصين دي بلد كبيره اروح واجيب شغل واعمل شغل هناك. لا الصين ما بتوظفش. يعمل شغل هناك ولا يجيب شغل؟ يجيب شغل، لكن ما يحدش يروح يا جماعه يقول انا هروح وربنا يسهل لي واكسر فيزا واخد اقامه والكلام ده. انا قصدي اقول الكلام ده مش زي امريكا، عكس امريكا. يعني امريكا تروح هناك وتكسر اقامه ما اعرفش تكمل وربنا يسهل لك وتعمل موضوع ماشي، ده امريكا. الصين لا، الصين لو كسرت يوم بغرامه 500 يوان ما يعادل 80 دولار كل يوم، وبعد كده لو اتمسكت تترحل وتاخد رفض على الفيزا 5 سنين او رفض دخول مدى العمر. فانا كده هنرجع لنقطه لازم تكون انت في مشكله من ضمن اللي انت اللي هو رايح مش عارف يعمل ايه. لا كمان المشكله اللي هتقابله كده مش عارف هو النظام والقواعد. ايوه إيه؟ وده غير قواعد استراديه تمام، غير قواعد نظام البلد. نظام البلد صح، نظام البلد. طيب معانا اتصالات تانية كتيره طب. جدا معانا انا بكمل محمود بس كان استاذ اتفضل. طب محمود من الاقصر ناخده سريعا. محمود مساء الفل. السلام عليكم. ده سؤالك استاذ محمود بس لكثره الاتصالات معك. لا وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. ما شاء الله اتصالات كتير ان شاء الله. ما شاء الله تمام حضرتك كده تمام معاك. سؤالك بس سريعا عشان معاك اتصالات كتيره جدا ونلحق نجاوبها. الله يخليك. انا والله متابع الاستاذ هيثم الصراحه ومعجب بافكاره وحاجاته يعني، والراجل 100 100 بسم الله ما شاء الله يعني عليه تمام. بس عايزينه يقول لنا حاجات للموظفين يعني تمام، وعايزين يفتح لنا برضه مشاريع في مصر ويكثر لنا يعني من برامج ديت يعني ايه، يقعد معانا كتير يعني مش حلقة واحدة هتكفي يعني معاكم يعني. أكيد أكيد مش حلقة واحدة هتكفي إن شاء الله بإذن الله. طيب حاضر ناخد بعديها شباب. مين معانا؟ حامد مساء الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سؤالك أنا بس. أنا بس كنت بكلم الأستاذ محمد لو تكرمت حضرتك. مع حضرتك أنا محمد. الله يبارك فيك ويزيدك يا أستاذ محمد. في بعض الأحيان يكون الموت أهون من الذل والعجز وقلة الحيلة، لذا أرجو أن تشملني بعنايتك ورعايتك لوجه الله تعالى. الراجل سني 57 عام. تعرضت لتشخيص خاطئ من أطباء المخ والأعصاب، ما ألقاني طريحا على الفراش منذ 17 عام. عندي 4 بنات وكل متزوج منهم 2 وموجود معايا 2.
لقلة الحيلة وللمرض أن أنا نايم طرح الفراش بقالي 17 سنة، ولكن يحلو لنا أي عمل إن كان عشان ما نبقاش على المجتمع. تقدروا تقدموا لنا أي وحدة في الزروج، أي حاجة إن كانت ممكن تتعلنا أو تشغلنا من غير ما نحتاج لحد حضرتك، لأن أعباء الحياة جديدة. والزوجة اللي كانت تحت إيدي وتحت رجلي اتوفت من 2014، اللي عانت معايا أشد المعاناة، وأنا دلوقتي يا نبي ربنا يا نبي ربنا طريق الفراش، وعيال عايزة تتجوز وهموم مشاكل بيت وعلاج، وأنا مريض ورم وفقاع قدام قميص المخ والسكر والكبد، وعندي دوري في المرية وكسر في العمود الفقري. حضرتك شايل المرارة من 2005 من المستشفى في معهد ألف سلام عليك يا أستاذ حامد. أستاذ حامد أستاذنك بس تسيب رقمك في الكنترول وأنا هتابع مع حضرتك بعد الحلقة. حاضر، ربنا يشفيك، وإن شاء الله بإذن الله هقدر أعمله لك وأساعدك بيها أعمله لك، وإن شاء الله بإذن الله تقوم بألف سلامة، واللي هقدر أساعدك بيه أو شفت أي حد يساعدك بيه مش هبخل عليك بأي حاجة. أنا سمعتك للآخر يعني، وربنا يشفيك يا رب. آمين يا رب. نكمل. طيب في سؤالين تكرروا من الاستاذ محمد والاستاذ محمود، اللي هو طيب انا موظف، انا معايا خرجت على المعاش ومعايا فلوس، او بيجي لي السؤال بصيغه ثانيه كبير مشروع بكتير بكثره قوي، انا في الخليج وكنت شغال في السعوديه مدرس او محاسب وبقالي 20 سنه ونازل بقى بلدي، عايز اعمل مشروع، معايا مثلا مليون 2 مليون جنيه شقه عمري عايز اعمل بيه مشروع، وما عنديش خبره، ماليش نصيب يا استاذ هيثم اعمل بيزنس خالص. لا طبعا ليك وربنا يوفقك، بس بطريقتين يا محمد بيه. الطريقه الاولانيه باختصار شديد، الطريقه الاولانيه يا اما ان انا بختار مشروع انا حبه وحاسس ان انا يعني افهم فيه شويه، مثلا انا والله شايف ان الناس بتستهلك اكياس وشنط كتير جدا وحاجه مستهلكه بصفه دايمه كبيره جدا، فانا شايف المشروع ده ممكن اجيب مكن، انا جاي بقى من السعوديه ومعايا فلوس او خدت المعاش ومعايا مليون جنيه معاش مثلا، تمام، فاجيب المكن واصنع. لا ما تستعجلش لو سمحت، لكن ممكن تعمل ايه يا استاذ محمد يا استاذ محمود؟ تتفق مع مصنع؟ لا لا لا، هقول لحضرتك سيادتك يا فندم، الحاجه الاولانيه حاجه من اتنين، يا اما ان حضرتك الاول بتشتغل بايدك، الاول بايدك تنزل السوق تجيب 10 كراتين كده فيهم اكياس وشنط وتشتري وتبيع في السوق المحلي، فلما تشتري وتبيع في السوق المحلي تقوم تاخد خبره، احتكيت بالمستهلك، عرفت بيتباع بكام ومين بيصنعه وبيتباع جمله بكام، وهل بيستورد ولا فقط في السوق المحلي، ومشاكله ايه. لما تاخد الخبره دي 6 شهور يا استاذ محمود او استاذ محمد اللي اول مكالمه هتكلم، فيقوم بعد كده تقدر تاخد الخبره، ايوه انا اقدر استورد المنتج ده لان انت عرفت خلاص هتبيعه فين وخدت الخبره ومعاك الفلوس، تحقق الايه المثلث يا محمد. لا ما انا اقول لك على حاجه، الخبره كمان هنا حتى لما هنزل السوق انا ايا كان حد مبتدئ في اي استثمار او في اي بزنس، لما هيمارس هو البيزنس ده او الاستثمار ده بايده هيوصل لحاجات كتيره جدا. اولا هيفهم الكواليتي، الجوده الكويسه مش الجوده الضعيفه، الرديء، مجرد النظر او مجرد اللمس. احنا لو شفنا تجار الاقمشه بمجرد ما بيمسك القماش بيعرف نوعه ايه، دخله ايه، صح غلط. احسنت يا فندم. لو شفت اي حد تاني في بيزنس في اي مجال مجرد ما بيبص للشيء او استخدمه، حتى لو بنتكلم دايما على اكسسوار الموبايل، ليه نظره كده من يقول لك طبعا الخامه والجوده والسكرينه، اصلي التليفون ده صيني، التليفون ده كويس، التليفون ده ما تجيبوش، التليفون ده درجه اولى. احسنت. حتى هروح لسؤال بس، اتفضل. فكرت وانا بتكلم ان شاء الله عليك. ال- 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 اسمع بره ان يقول لك في درجات من الصناعه الصينيه جوده غير عاديه، او بمعنى اصح دي الحاجه اللي بتوجع والله. او بمعنى اصح بيقول لك الصين اللي بنشوفه في بعض الدول مش هو دي الصناعه الصينيه الاساسيه. فبنسال ليه؟ طب ايه السبب؟ يقول لك عشان احنا بنسترخص شويه او بنختار كواليتي رديء شويه. او بنروح للصين هناك بنقول له ايه، انا عايز بال10 قروش دول فصل لي الحته دي علشان هبيعها هناك. ايوه فاهم. ده فعلا موجود؟ هل في صناعات صينيه هناك درجات اولى وعلى اعلى مستوى ما فيهاش بعض المشاكل اللي بنشوفها في بعض الصناعات هنا؟ طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، تكنولوجيا الايفون، الايفون ده بيصنع فين؟ امريكا. لا الصين. والله الايفون بيتصنع في الصين بس بدايته، لكن السوفت وير الاي او اس بتاعه بتاع ابل، ما اختلفناش، ابل امريكا،
لكن ده لو فتحته من جوه هتلاقي مكتوب عليه ميد ان تشاينا محمد بيه. هو حضرتك الازمه اللي حصلت بين شركه هواوي، بتقول عليها في مصر هنا هواوي، اسمها شركه هواوي، هواوي بنقول عليها في الصين هواوي، اللي حصلت من فتره ما بين جوجل، ما بين جوجل امريكا ايوه بالظبط، ما بين جوجل هو ايه يا فندم؟ لان الصين تقدمت قبل امريكا وعملت تكنولوجيا الفايف جي، فاذا الصين متقدمه للغايه وبتعمل احسن منتج. كاميرا التصوير اللي قاعده بتصورنا دي يا محمد بيه انا متاكد مليون المية هي ميد ان تشاينا، حتى لو الجوده عليها جوده عاليه جدا جدا جدا، ولكن المشكله مش في المنتج الصيني، المشكله ميد ان تشاينا كميد ان تشاينا ولا جواها لا ميد ان تشاينا، كله ميد ان تشاينا يا فندم، كله ميد ان تشاينا. حتى الحاجات اللي بجيبها من حتى الحاجات اللي بجيبها من المانيا او ايطاليا او تركيا او الحاجات دي كلها يا فندم 15% من واردات الولايات المتحده من الصين، 15% من، انا بكلم حاجه ارقام رسميه، 15% من واردات الولايات المتحده من دول العالم 15% راح ده من الصين. الصين اكبر مصدر للولايات المتحده، الصين اكبر مصدر لاوروبا كلها، ولكن المشكله عمرها ما كانت في المصدر ولا المصنع الصيني، المشكله في من يشتري، المشكله في المستورد اللي بيروح ايا ما يكون بقى، اذا كان مصري او عربي او اي بلد بيروح للمورد الصيني. هو ايه الفرق بين البائع الصيني والبائع الاوروبي يا محمد بيه؟ باختصار شديد، البائع الاوروبي عنده ليميت للجوده، البائع الالماني تيجي تقول له انا عايز جريد سي يقول لك لا انا عندي اي وبي بس ما بعملش سي. البائع الصيني او المصنع الصيني تاجر شاطر بيقول لك لا انا تحت امرك، انا عندي جريد اي وبي وسي ودي، تحت امرك انت عايز ايه؟ الله ينور عليك. طب ما سؤال تاني برضو مهم، ما يجي يقول لك انا لو رحت اخترت ال 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 المنتجات ايه كويس اللي هي اعلى كويس جوده كويس والكلام ده كله، هل هعرف ابيعها هنا؟ ما انا لو جيت ابيعها هنا في الوقت الحالي، لان السؤال ده مهم. يعني انا هجيب التليفون ده سي والتليفون ده اي، ده ثمنه مثلا 10000 جنيه 10000 جنيه، ده ثمنه 1000 جنيه او كان 50000 جنيه، تمام كده؟ هل هعرف ابيع ده في وجود ده؟ طيب هنا اصلنا دخلنا في شق تاني خالص اسمه القدره التسويقيه او مهاره التسويقيه. لا ما انا عندي برضو مستهلك. لا ما انا فندم انا عندي درجات في المستهلك في مصر، انا عندي مستهلك بيشتري الكفر اللي هو ب 10 جنيه، وعندي مستهلك تاني في مدينتي والرحاب بيشتريه ب 100 جنيه. ما انا لا انا عايز اوصل لنقطه، ها هل هنا دلوقتي ده ميد ان تشاينا وده ميد ان تشاينا؟ كتير جدا ما يعرفوش من المستهلك المصري ان الصناعه الصينيه درجات بالظبط كده، صح كده؟ صحيح. انا 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 اوصل له ازاي انا كمستورد او انا عايز اقول لك انا عايز اكسب، انا عايز 10000 قطعه اكسب في كل قطعه ربع جنيه وخلاص. ايوه فندم بيعتمد، ما انا قلت سيادتك هو بيعتمد على الجوده اللي حكت بيها. يعني بمعنى ايه؟ بص يا فندم، هو توشيبا وشارب، توشيبا هنا وشارب العربي الاثنين واحد كويس جدا تمام. هو توشيبا ده يا فندم يعني بيصنع في اليابان؟ لا بيصنع في الصين، بيصنع في الصين، كله في الصين كل يا فندم. البي ام دبليو اللي بيركبها الصينيين هي ميد ان تشاينا، في بي ام دبليو ميد ان تشاينا يا فندم، ما فيش شركه في العالم ما بتصنعش في الصين. طب انا معايا اتصالات كتيره. ابراهيم مساء الفل. ابراهيم محمد الامين. طب احمد مساء الفل احمد. محمد مع حضرتك؟ معاك محمد الامين من اسكندريه. ازيك يا محمد عامل ايه؟ تمام والله بالصحه الحمد لله. انا بس بمسع القبطان استاذ هيثم القبطان وبحب اقول له، بس اقول له حاجه مهمه، ان انت وقع عليك مسؤوليه كبيره جدا، ان احنا كشباب والله بجد مش كلام وخلاص، يعني احنا كنا شغالين في شركات، احنا 28 سنه فشغالين في شركات وكده، فابتدينا نتابع الراجل ده من كذا سنه، 3 4 سنين، فحسينا ان في، لا احنا ممكن نفتح بيزنس مع نفسنا وننطلق بقى، مثلا انا وثلاثة اصحابي نجمع ماني كده ونظبط الدنيا ونشوف وابتدينا بقى الخطوه اللي احنا يوم الجمعه ان شاء الله الراجل ده هنهريه اسئله في طنطا ان شاء الله. يعني يا رب يكون طنطا كده. اهلا وسهلا باهل طنطا وسلامنا لاهل طنطا. فجايين ان شاء الله من اسكندريه، فهنساله بقى في كل حاجه. فانا عايز اقول له والله هو عليه مسؤوليه كبيره، لان معظم الشباب دلوقتي حضرتك عارف الشغل في الحكومه والكلام ده، بتكلم بكل صراحه، فكله بيتجه للبزنس الحر. البزنس الحر ايه هو؟ واحد زي استاذ هيثم دوت مثلا بيدي خط كده عريض طاقه نور للناس تمشي فيه. ده مجالات كتير حد بيتكلم في بين السعر اللي ممكن الواحد، انا ما عنديش خبره، انا شغال انا خريج حقوق، شغال في التسويق العقاري،
ونفس الكلام الشباب معايا، بس احنا عايزين نشتغلوا في حاجات تانية كتير، يعني هننتجوا في حاجات تانية كتير، واي حاجة احنا مش عارفين هننتج في ايه، بس ممكن مثلا استاذ هيثم يقول لنا ثلاث اربع عناصر مثلا، ابتدوا رجاله ادرسوا الكلام ده على الارض، هندرس الكلام وهننزل في الاسواق وهنسال ده وهنسال ده، احنا ممكن نشتغل 24 ساعه ما عندناش اي مشكله، لحد ما ربنا يكرمنا ونستورد ونمشي على الطريق الصح، بدل ما حضرتك بالظبط كده بالظبط. فان شاء الله نتقابلوا على خير ان شاء الله، وانا بشكر حضرتك على المداخله الحلوه ديت، والرساله دي مسؤوليه كبيره لحضرتك يا استاذ هيثم والله، ان في شباب كتير يعني خلاص هم امنوا بيك وكل الفكر بتاعهم بكل كلامك وكل كلمه خلي بالك منها، لان بتسمع كلامك في حتت كتير جدا، يعني تكون حريص في الكلام دوت. تمام، شكرا يا غالي. ناخد يا استاذ محمد والله ناخد ابراهيم. مساء الفل. مساء الخير يا باشا. مساء الفل عليك. لا اسمعني، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون ابراهيم كده كويس يا باشا كده تمام. معلش محمد، هو يمكن الموضوع يعني مش بعيد عن اللي انتوا بتتكلموا فيه عن الاستثمار في العقارات وفي الحاجات ديت. لا احنا بنتكلم عن الاستثمار من الصين. عندنا مشكله والله في البحيره، ما بين البحيره وما بين اسكندريه. البحيره كان في يعني قالوا بيعملوا كومباوند شقق وحاجات كده عند كوبري ابيس مدخل اسكندريه، كان اسمه جنينه طور. طب استنى بس، بدون انت بتتكلم، اولا انت بتتكلم عن مشكله خارجيه، ثانيا عن موضوع الحلقه، ثانيا مش يعني انا ممكن اسيبك تقول المشكله، بس مش عايزين ذكر اسماء اي حاجه. لا خالص هو بس احنا يعني بنستغله بس المنبر بتاع حضرتك، احنا عارفين انت راجل بتحل مشاكل الناس وبتتابع مشاكل الناس، فاحنا عندنا مشكله في جنينه طور دي، كان من 5 سنين بدا اتلم مننا فلوس عشان هيعملوا كومباوند هناك، وبعدين اتفاجئنا الايام الاخيره ديت ان النشاط بتاعه اتغير خالص، وبيتعمل معرض بتاع وناش ومعدات تقيله وحاجات كده ومعرض عربيات في نفس المكان اللي احنا كنا دافعين فيه، واحنا مش عارفين نعمله ايه، يعني احنا جمعنا نفسينا وتوجهنا لاكثر من جهه ان احنا نشتكي فيها. طب والراجل صاحب المكان حول المشروع خالص ان هو بيعملوا معدات تقيله وبيعملوا حاجات. طب يا استاذ ابراهيم، يا استاذ ابراهيم استاذنك بس تسيب لي رقم التليفون في الكنترول، وانا هتواصل معاك بعد الحلقه، ولو ليك حق انا ان شاء الله باذن الله هكون معاك قلبا وقالبا، وانا اسف بس ان بنتكلم في حته تانية خالص، ولكن انا تحت امر اي حد، لو حد عنده اي مشكله ما بقطعش الاتصالات على حد، وتحياتي ليك يا استاذ ابراهيم. انا اسف في اتصالات بتيجي خارج الموضوع، ما برضاش ما شاء الله عليك بصراحه والله، انت حد محبوب ما شاء الله يعني. تسلم ما شاء الله عليك بصراحه، وحد محترف يعني. الله يخليك. نكمل. اتفضل يا فندم. على فكره انا لو جابوا الكاميرا انا جابت لهم كميه اوراق للموضوع مش هخلصها. لا بس بسم الله ما شاء الله بصراحه والله والله صدقا بجد حضرتك بتتحدث كان حضرتك ما شاء الله شغال في السوق معانا، شغال في الماركت معانا، ويعني واضح ان حضرتك حاسس بنبض الناس وعايش مع الناس. ربنا يوفقك يا رب. لا والله بجد يا محمد دي ما شاء الله بصراحه يعني. الله يخليك. اتفضل يا فندم. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ انا بس عايز اجاوب على ايه برضو حته التاني، كنا بنتكلم في جزئيه لو انا معايا فلوس وما عنديش خبره تمام وعايز استثمر وتاجر مع الصين، دي سؤال مهم. انا قلت اما ضربنا مثال ان انا اشتغل بايدي في السوق المحلي الاول كويس واخد خبره. طب هو لازم انا مش عايز اشتغل بايدي يا سيدي، انا معايا فلوس ما ينفعش يعني استثمر وتاجر مع الصين؟ سؤال ممكن استاذ محمود يسال، كان زعلان او يعني اعترض على ان انا زعلان من حته الواحد بيسال احسن حاجه او سيرتها وكده. في وسيله تانية كويسه جدا، ايه هي؟ نرجع للمثلث يا محمد بيه اللي هو مثلث النجاح في اي بزنس وخاصه في التجاره الخارجيه، رقم واحد راس المال، خبره التسويق. هو مثلث على فكره، ده المثلث ده بتاع اي عمل بالظبط. الله ينور يعني عليك. انا حتى لو هشتغل الله في اي حاجه ما انا عايز راس مال، ده انا لو هفتح محل يعني سوبر ماركت ما شاء الله عليك، انا عايز راس مال وعايز خبره المنتجات اللي هتتباع وعايز تسويق اشوف اللي هيشتري يشتري مني مين. فالمثلث ده لاي حد، والاستيراد والتصدير جزء منه. والاستيراد والتصدير جزء منه. طيب لو انا عايز اخش استيراد وتصدير ومعايا فلوس زي ما الاستاذ محمود كان بيقول، كويس جدا، يبقى حضرتك توفر عنصر واحد او راس واحده من المثلث اللي هو التمويل. راس المال والتمويل. جميل جدا. هل لازم يتولد او لازم يتواجد عند الاستاذ محمود بشخصه يكون عنده خبره في المنتج ويكون عنده تسويق؟ لا يا سيدي مش مطلوب. ليه؟ على فكره انت كده حليت
مشكله ما السؤال، لان السؤال انا شايفه من بدري صعب. ما انا عايز اكملها يا استاذ محمد. فالموضوع بسيط، ايه هو؟ عادي جدا ان انا اجيب حد، انا معايا تمويل، يبقى اذا ممكن اجيب حد شريك يخش معايا شراكه معاه خبره منتج وبيعرف يبيعه، سهله خالص. طيب لا، طب انا اعرف واحد بس معاه خبره في المنتج بس ما بيعرفش يبيع، سهل جدا نبقى ثلاثه ونعمل مشروع مع بعض زي ما احمد الامير قال كده. طيب احنا شباب. طب انت كده ودتني الحل جميل جدا. ما انا ممكن اكون انا براس المال، ايوه، واجيب شخص خبره، ايوه، واجيب شخص يسوق. الله ينور على سعادتك، وده الكلام انا بقوله في المحاضرات دائما في البرنامج التدريبي. وخلصت. وبتوع طنطا مستنينا في الموضوع. يبقى واحد عليه البيع، تمام، واحد عليه اختيار المنتج بالكواليتي بتاعته بالجوده بتاعته، واعرف اوصله لحد هنا امين بامان. ثلاثه انا معايا الفلوس، خد اصرف. الله ينور عليك. بس دائما ليه ملحوظه بقى، تحذير، تمام، ان لو سمحت لو هتخش بقى شراكه مع حد انت معاك فلوس شقه عمرك وهتجيب حد فاهم في التكييفات وقطع غير التكييفات وحد هيبيع، بس انتقي كويس جدا اللي هيشارك معاك في شغلك، رقم واحد. رقم اتنين، اكتبوا كل حاجه. انا بقولها كده يا استاذ محمد ومع حضرتك اهو، خليهم يا استاذ محمد يكتبوا كل حاجه يا استاذ محمد، عشان قبل زي ما يقولوا ايه، قبل ما نتفق على المكسب نتفق على الخساره، ونتفق لو بنجتمع مع بعض نتفق لما نسيب بعض بسلام ازاي وما يكونش في مشاكل. انا ممكن اسال سؤال خارج الموضوع؟ اتفضل يا فندم. هو في الموضوع بس فضل. خارج يعني ما ينفعش اساله، بس انا شايف حضرتك بتجاوب على كل حاجه فاساله. انا ممكن مثلا اخترنا المنتج، نعم، اخترنا جبنا راس المال، نعم، يعني كده توفر حاجتين، نعم، من الموضوع، نعم. اقدر اقول لك راس، تقدر تقول لي بنسب تقريبيه، نعم، او يعني تقريبا تقريبيه، نعم. تقول لي والله مثلا ال 200 الف جنيه دول لو جبنا مثلا بيهم اكسسوارات موبايلات تقدر تكسب من وراهم كذا، لو الامور يعني لو الامور مشيت بالمعدل الطبيعي والمظبوط وطبقا للقواعد، اتعلمنا قواعد الاستيراد وعرفنا بنشتريه ازاي وعرفنا بنشحنه ازاي وعرفنا بندخله مصر ازاي وعرفنا بيتباع ازاي، ممكن الربح من 20-30%. حلو. انا اصل عايز اوصل لمعادله. اتفضل. من 20-30%. ممكن اكتر كمان. خلينا في 20-30%. نعم. هوصلها كمان هتبقى 25% صافي ربح. تمام. يعني انت بتتكلم من 200,000 هيوصلوا ل 250,000. تمام. صح كده؟ تمام. طيب اي خلل او اي مشكله هتواجهني من المشاكل دي هتطير من الربح. طبعا. صح كده؟ طبعا. يعني اي لو حطيت عند كل مشكله من المشاكل دي نسبه 5% مثلا، نعم، احنا قلنا كام مشكله؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7، نعم، ده دولك المنتشرين. نعم. يعني 7 في 5 ب 35%، يعني لو واجهتني السبع مشاكل دول، نعم، انا ممكن اوصل لخساره من 20-30% برضه. ممكن اوصل لخساره طبعا، ممكن اوصل لخساره 100% طبعاً. لو وصلت للنصب، ولو وصلت لان انا مش عارف ادخل البضاعه مصر، لان البضاعه لو جت يا باشمهندس محمد بيه وانا مش عارف القواعد الجمركيه والقواعد الاستيراديه كويس، البضاعه مش هتخش خالص. فيبقى قدامك حلين، البضاعه لما تيجي فيها مخالفات جمركيه تماما، فيها مخالفه كبيره، فالجمرك بيقول لك حاجه من اتنين، يا اما تعيد تصدير البضاعه مره تانية لاي مكان او لاي مكان او للصين، والصيني مش هياخدها، خد بالك، فهتوديها اي حته تانية ما قدامكش غير دبي، وهتروح مش خلاص. او الجمرك يقول لك حل تاني، والعياذ بالله، يعني ربنا يعافيك ويعافي المشاهدين يا رب والناس الشغاله، الاعدام، تعدم البضاعه. عرفت ان الموضوع فيه مش سهل ليه؟ عرفت ان انا نصايحي اتمنى الناس تسمعها وتتفرج والله على الفيديوهات، انا عامل فيديوهات كتير، اكتر من 700 فيديو بتكلم فيه عن كل التفاصيل دي كلها، عوضا عن البث المباشر كل جمعه الساعه 1:30، الناس تبتدي انها من خلال الاسئله والاجوبه بيتعرفوا على الملامح دي كلها، فيقوم ان شاء الله يتجنبوا الخسائر دي كلها. الوقت خلص بسرعه. اه والله بصراحه من اجمل اللقاءات اللي عملتها، ربنا يخليك يا حمد، استفدت منها كتير، حضرتك زي العسل. الله يخليك والله. انا حاولت اخش معاك في الموضوع ما شاء الله، وحاولت، لكن الموضوع كبير ما خلصناهوش، اكيد في حلقات تاني هنكمله، بس بصراحه بجد 50 دقيقه خلصوا ولا كانهم 5 دقايق، خلصوا والناس متابعين جدا. بس انا بنوه بس، صفحه الاستاذ هيثم موجوده على الشاشه عشان اللي عايز يتابع او اللي عايز يستفيد او اللي عايز يخش يشوف المحاضرات اللي احنا ما اتكلمناش عنها خالص، وانا كنت عايز اتكلم عنها حتى ولو في دقيقه، هستاذن اللي في الكنترول بس اخد دقيقه. المحاضرات دي نوعها ايه؟ بص، لازم تستفيد منها ايه في عجله في دقيقه؟ طيب انا بعمل برنامج تدريبي اسمه كيفاء للاليات واسس التجاره والنجاحه من والى الصين، بعملها محاضرات تدريبيه، عملتها الحمد لله، عملت اكثر من 22 برنامج تدريبي، عملته في مصر والمغرب والسعوديه والصين الحمد لله،
وبعمله صفه دوريه لسه اليومين اللي فاتوا خلص برنامج في يكون في القاهره، يوم الجمعه الجايه والسبت الجاي يكون في طنطا في رحاب اهل طنطا والسيد البدوي ان شاء الله باذن الله. وبعد كده رايح السعوديه ان شاء الله باذن الله بعديها على طول ان شاء الله، برضو في جده والرياض والدمام. وخاصه على فكره في السعوديه معظم الحضور بيكونوا اهالينا المصريين والجاليه المصريه في السعوديه. المصريين حبايبي اينما ذهبت هم اللي بيقفوا معايا في كل مكان. ربنا يديك الصحه، نورتني. الله يخليك استاذ هيثم طلحه، من اجمل اللقاءات اللي عملتها. الله يبارك فيك، استفدت منك كتير. ونصيحه لكل اللي بيشوفنا، عايز تستثمر، عايز تستورد، عايز تبدا البيزنس، ان تروح تجيب حاجه من الصين، بضاعه من الصين. انا جيت في اول حلقه بقول له حاويات، قال لي كلمه حاويات هتبقى صعبه على الناس اللي لسه مبتدئه، هنخليها بضاعه. اللي عايز يروح يجيب بضاعه من الصين يا ريت يسمع المحاضرات بتاعه الاستاذ هيثم، او يشوف الحلقه دي برده فيها معلومات كتيره جدا، او يخش الصفحه يطلب رقم تليفون الاستاذ هيثم، هيستفيد بيه على طول. اكيد لينا لقاءات ثانيه. خلص حلقتنا وخلص اللقاء الخاص، ولكن لينا لقاءات ولقاءات. نورتنا استاذ هيثم. اشكرك يا محمد، وما شاء الله وجهك جميل وابتسم، وليها الناس حق انها تتمسك بيك وتكلمك في حاجات ثانيه. تسلم ربنا يخليك. سهرتكم معايا، مع السلامه. عليكم.